وقد أشاد سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرماحي بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى الجمهورية التركية باعتبارها خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الوثيقة بين البلدين والقائمة على الود والأخوة والاحترام المتبادل والتقارب الديني والثقافي والحضاري. وأعرب الرماحي في تصريح لوكالة الأناضول عن اعتزازه بوقوف تركيا الدائم إلى جانب أمن واستقرار البحرين والخليج العربي ودعمها لمسيرة الإصلاح والديمقراطية في المملكة ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتأييدها للإجراءات المتخذة لمحاربة التطرف والإرهاب وتطبيق سيادة القانون. الحقيقة العلاقة البحرينية التركية علاقة تاريخية متميزة منذ زمن طويل، وفي العصر الحديث هناك مؤشرات كثيرة على تميز هذه العلاقة. من الناحية السياسية طبعا ليس هناك أي تباين أو اختلاف وجهات النظر بين السياسة التركية والبحرينية، بل بالعكس هناك توافق. البحرين وتركيا تعمل في إطار دولي لمكافحة الإرهاب، وهناك تنسيق بين البلدين للعمل في شتى المجالات لضمان استمرار أو استقرار أمن منطقتنا. المواقف التركية تجاه البحرين مواقف مشرفة، هناك الكثير من التصريحات الرسمية اللي تؤكد دعم تركيا للبحرين ورفضها أي تدخل في الشأن الداخلي البحريني. مواقف البحرين تجاه تركيا داعمة لضمان استقرار وأمن تركيا. في الجانب الاقتصادي، وهو عادة اللي يعطينا مؤشرات كثيرة بأن هناك نمو في هذه العلاقة، فإذا شفناها بلغة الأرقام في عام 1999 كان حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا لا يتجاوز 22 مليون دولار، في حين أن في عام 2015 خلال فترة أكثر من 15 سنة كان هناك نمو كبير، وصلت الأرقام بشكل جدا مميز، فحجم التبادل التجاري في 2015 وصل إلى أكثر من 320 مليون دولار، واليوم إحنا في 2016 في النصف الأول نتحدث عن أكثر من 160 مليون دولار. هناك البحرين تعمل في إطار منظومة دول مجلس التعاون، هناك الكثير من الاتفاقيات التي وقعت خلال فترات سابقة، هناك مذكرات تفاهم تسعى دائما القيادتين في البلدين لتفعيل هذه الاتفاقيات. لذلك تأتي زيارة صاحب الجلالة الملك المفدى والقمة الثنائية المرتقبة بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس التركي هي تعزيز لهذه العلاقات، تأكيد على العمل المشترك اللي يخدم مصالح البلدين ويصب في النهاية لمصلحة الشعبين والمنطقة بشكل عام. لما نتحدث عن العلاقة بين دول مجلس التعاون وتركيا، فنرى حجم الاستثمار في مجلس رؤوس الأموال المستثمرة وصلت إلى أكثر من 15 مليار استثمارات خليجية موجودة، في حجم السياحة اللي موجود اليوم عدد السواح تجاوز 750 ألف سائح خليجي موجود في تركيا. أؤكد بأن القطاع الخاص كذلك له دور كبير في تعزيز هذه العلاقة. القطاع الخاص البحريني يعمل بشكل جدا متنامي وفي ازدياد، دليل ثقة المستثمر البحريني أو الخليجي في تركيا. وكان آخر الصفقات هي شركة أو مؤسسة بحرينية أعلنت عن تأسيس شركة تجاوز حجم هذه الصفقة 75 مليون دولار. فمثل ما شفنا أو بلغة الأرقام تتحدث عن علاقة متنامية. نتمنى الحقيقة أن تكون هذه القمة الثنائية تلبي تطلعات البلدين الشقيقين.